احتراما كبيرا، وكنا نقدم احترامه على كل الناس، لأنه يتعامل معنا بنور، ومن شأن النور أن تكون له انعكاسات على النفس، انعكاسات إيجابية. ولذلك فقلنا إذا التقينا بأستاذنا لابد أن نقف أمامه وأن نمد أيدينا لنقبض على يده فنقبلها. كنا نعتز بهذه العلاقة، علاقة التذلل لمربي الروح، علاقة التذلل تذلل تقدير وليس تذلل صغار وإهانة وامتهان. كنا نتسابق إذا رأينا الأستاذ أتى، نتسابق من الذي يقبل يده الأول. وكان بعض من الأساتذة يتحاشون، يجذبون أيديهم ولا يتركونها للطالب يقبلها تقبيلا كاملا، وبعض منهم يترك يده للطالب يقبلها براحته، وهذا كله لطف منهم نعتبره. وظل هذا التقدير والاحترام مع كل الأساتذة كبارا وصغارا، ما دام أستاذا فله هذا التقدير والاحترام. الله 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 الله.